اسمي هانيا زعتري، عمري 42 سنة. خلقت وعشت معظم حياتي بصيدا. لما رحت أدرس بالجامعة وشفت إنه هندسة الميكانيك بتخليني برمج أشياء وأبنيها وشوفها عم تتحرك وتنتج قدامي، حبيتها وحبيت إنه نقيتها الاختصاص. كنا بس 4 بنات بالصف، هونيك بلش أول تحدي فعلي، خاصة بالعمل بالشوبس لما كان الأستاذ يفكر لأني بنت لازم يساعدني أعمل الجرور أو لحم الحديد، بس طبعاً ما كنت أقبل. بعد الجامعة اشتغلت بشركة غدار، وبظرف 4 أشهر استقال مدير المصنع والفورمن وعينت مديرة المصنع. اضطريت أتعلم كتير بسرعة ودير 60 عامل، وبأوقات معينة كنت حتى أنا عم شغل المكنات. بهمني كتير أنه أنجح مع الفريق وأنه الأفكار تكون من مساهمة العامل والمهندس سوا. اشتغلت بأكثر من مطرح، كلهم كنت حسوا أنه تحدي وتجربة جديدة بتطورني. أساساً ما كنت حب شغل المكاتب، حب أشتغل بالمصانع مطرح ما الأمور تتحقق، مطرح ما بلاقي للمشاكل حلول وبشوفهم قدامي. بال2006 قبلت لوظيفة مهندسة بوزارة الصناعة. حاولت قد ما فيني مكنن بالبروسيس بطريقة خفف فيها الكتابة بالقلم بشكل عام، ونجحت بخلق داتابيز إلكترونية وبتطوير هالإدارة. 17 تشرين كان نقطة محورية إلي مثل كتير عالم، شفت إنه لازم أعمل شيء وإلا أخت الثلاثة اللي مسافرين ما رح يرجعوا على لبنان. وقتا انخرطت مع المهندسين واشتغلنا مع النقابة تنتفض، خضنا مناظرة علنية ديمقراطية، ووقتا حسيت انه فعلا الشأن العام في مشاكل بدها حلول، وتشكل قدامي تحدي جديد انه كيف انا كمهندسة وكشخص بحب يحقق ويعمر اشياء بايديه وبحب التكنولوجيا والتطور، في استعمل خبرتي لحل مشاكلنا اليومية والاساسية، كيف ممكن كون من التغييرين الفعالين. وفهمت وقتها انه السياسة البشعة الموجودة بحاجة لحدا يصوب أدائها، وهالشي ما رح يصير إلا إذا نحن الشعب انخرطنا بالسياسة. كرمال هيك انضميت لمدينتي لأنهم بيشبهوني وعندهم نفس الأهداف، بدي ساهم واشتغل لحل المشاكل من جذورها. ما في شي مستحيل، وخاصة بوجود أدوات تقنية بتساعدنا نزيد إنتاجيتنا ونطور الإدارات العامة يلي بتقدم لنا خدمات بتحسن لنا حياتنا.